انا اقول كلمه واحده، حسب الله ونعم الوكيل على اللي كان السبب. احنا الباحصين سنه 2017 2018 بينا ذو شهداء، بينا موافقات خاصه. يعني انا مطفيين شهداء، والله متندم عليهم. حرامات لطيتين هيك بلد، اثنين شهداء، واحد ملازم اول وواحد الحشد. هذول حصلت موافقة وزير 2018 ولي هسه، لي هسه كل شيء ماكو، وعندي تعيين ببدل كتاب، هاي كلها نفسي. يعني انت من ذوي الشهداء؟ من ذوي، عندي اثنين شهداء، واحد ملازم اول وواحد بالحشد، ولي هسه كل شيء ماكو، وهاي العالم كله نفسي مو بس انا. وفاحص وياهم ومكملين كل الاجراءات، يعني من امر اداري، من تخصيص، بس تخصيص مالي ماكو. لي هسه منتظرين تخصيص مالي من الوزاره، شو وقت يفرجوها علي انا ما نعرف. حسب الله ونعم الوكيل. هاي بوضوح، حياك استاذ.